ناس كتير قوي شباب وبنات بيسألوا عن الصلوات اللي فاتتهم نعمل فيها ايه. في اللي بيقول انا في مرحلة الثانوية كنت مغيب ومسحول في المذاكرة وكان اخر اصلي الجمعة بس ده لو صليتها. وفي اللي دخل الجامعة والدنيا لهيته ودخل في قصص حب وبقى دنجوان عصر ونسي ربنا وفضل فترة الجامعة كلها مثلا ما بيصليش. وفي اللي دخل في دايرة اكتئاب وخنقة بعد ما اتخرج وده بسبب انه قعد فترة بيدور على شغل وما بيتوفقش في اي وظيفة ونسي ربنا ونسي الصلاة ونسي كل حاجة. طب انا دلوقتي الحمد لله التزمت وبقيت بصلي، اعمل ايه في اللي فاتني؟ هل في حل عشان اقدي الدين اللي في رقبتي لربنا ولا اعمل ايه؟ بفضل الله في حلين مش حل واحد للموضوع ده، حل ادهولنا جمهور العلماء وحل ادهولنا شيخ الاسلام ابن تيمية. بس عاوزك قبل ما نبدأ تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاة والسلام. واول حل من جمهور العلماء ان انا مثلا لو فاتتني صلاة 3 سنين قعدت مثلا 3 سنين من عمري ما بصليش فيهم يبقى لازم اقضي كل الصلوات اللي فاتتني في الفترة دي، مع كل ظهر هصلي ظهر ومع كل عصر هصلي عصر وهكذا لمدة 3 سنين هعمل كده. اصلي بقى اللي فاتني قبل او بعد الاقامة مش هتفرق. طب انا الكلام ده ممكن يبقى تقيل عليا شويتين وما عنديش اصلا وقت ان اعمل كده، مفيش مشكلة يا سيدي، يبقى خد الحل التاني لابن تيمية. ابن تيمية كان عنده رأي تاني اسهل وابسط من الحل الاولاني وتقريبا هيناسب اغلب الناس، والحل ده هو انك تتوب لربنا من كل اللي فات وصلح صلاتك من دلوقتي وحاول تدي الصلاة حقها وكتر من النوافل على قد ما تقدر. عندك قيام الليل، صلاة الضحى، صلاة التراويح في رمضان والسنن اللي اغلبنا مقصر فيها ومش مديها حقها. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بيه ان يوم القيامة ربنا هيحاسب العبد على الصلاة، فلو في نقص في الفريضة ربنا عز وجل بيقول للملائكة وهو اعلم انظروا هل عبدي من تطوع، يعني في صلاة سنن صلاها في حياته، فلو في فيكمل بها من تقص من الفريضة. يبقى الحاجات اللي كانت ناقصة من الفريضة تكمل بإذن الله من صلاة السنن، فياريت نصلي السنة ونحافظ عليها. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن أول شيء بيحاسب عليه العبد يوم القيامة هي الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. حاول تبدأ صفحة جديدة مع نفسك في الصلاة إنك تديها حقها، وده ابتداء من الوضوء، اديله حقه وما تقلبوش. الخشوع في الصلاة، حاول توصل للخشوع في صلاتك. إن شاء الله الفيديو الجاي هيبقى عن الخشوع في الصلاة وإزاي نوصل للخشوع، فلو حضرتك عزمت النية إن شاء الله ربنا هيتوب عليك من كل اللي فات. معاك حلين واللي تقدر تعمله وشايفه صح بالنسبة لك خده وطبقه، والحلين إن شاء الله عند ربنا مقبولين وبلاش نعقد نفسنا، وما عندكش حل بره الاتنين دول عشان تصلي اللي فاتك. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة، فلو استفدت من الفيديو يا ريت تشيره عشان غيرك يستفاد، وما تنساش ان الدال على الخير كفاعل. ربنا يتقبل منا صالح الاعمال ويرزقنا الثبات على الطاعه ولينا القلب، اللهم امين. سلام.